السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون نعيش في هذه الأيام موسما من مواسم الخيرات جمع الله جل وعلا فيه من الخيرات والفضائل والمغانم ما لم يجمعه في غيره فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن من اغتنمه فقد تزود من التقوى حظا وفيرا ونال من الصالحات أجرا كبيرا فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة بالريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن محاسن هذا الشهر الفضيل أن الصيام والقيام فيه سبب لغفران ما تقدم من الذنوب، وتكفير للخطايا والسيئات، فيجتمع فيه للغانمين الصيام في النهار والقيام في الليل. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن القيام بواجبات رمضان وأداءها على الوجه الصحيح سبب لتكفير ما بين رمضان إلى رمضان الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. عباد الله، إن مما جعله الله تعالى سببا من أسباب الإعانة على فعل الخيرات ما خص به هذا الشهر من تصفيد الشياطين، وفتح أبواب الجنان، وغلق أبواب النيران، فيتهيأ للمسلم أسباب التفرغ للطاعة والإقبال على الله جل وعلا، ويحصل له من التيسير في هذا الشهر ما لا يحصل في غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فاغتنم يا رعاك الله هذه الفضائل والغنائم في حياتك، وخذ منها ما يثقل به ميزان حسناتك، فإن اليوم حياة وشباب وصحة وفراغ، وغدا لا تعلم ما يعرض لك من الصوارف عن الواجبات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
فإن أبواب الخير في هذا الشهر الفضيل كثيرة، يحسن للمسلم أن يطرقها من صدقة وصلة وبر وإحسان وصلاة وقيام وتلاوة وذكر للرحمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. ومن أبواب الخير أيضا حسن أخلاق وإصلاح سريرة، وترك لعادات سيئة وأفعال قبيحة، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل، اللهم وأعنا فيه على القيام والصيام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا وتقاربوا وسدوا الفرج، حاذوا بين مناكب الأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.